الراية اندفاع على بركة الله بهذه الصورة لهذه الأسماء من جهة وافراس. التكافل المحلي من 59 إلى 75. تبدأ الانطلاقة مسافة الألفين، الاندفاع برفقة المنتجب وكذلك حفر الباطن من الداخل. يبدأ الظهور إلى الصدارة ومبداك برفقة شبل العناية، يبدأن من الخارج وكذلك عالم السماوي وسنانورة في هذه الانطلاقة في بداية مسافة الألفين. في أول المنعطفات من الخارج مبداك وشبل العناية وأيضا عالم السماوي، ومن الداخل حفر الباطن سنانورة وأشقر حراق وشبل العناية وظهور مبدبك أيضا فيما الوصول بهذه الصورة في هذه الدورة. المنعطف الثاني والصدارة سيدتي سادتي لحفر الباطن برفقة محمد اليامي ومبداك مطاردا. أشقر حراق يبدأ في الظهور إلى المركز الثاني بهذه الصورة مع شبل العناية من الخارج. الآن نتابع حفر الباطن في الصدارة في المركز الأول، مطاردة أشقر حراق وكذلك شبل العناية وسنانورة وقدوم أحمدي الذي يبدأ في الظهور خامس، الذي تمكن من الدخول مع الأسماء الأساسية في هذا الشوط مع محاولات بسيل نعيمات للقدوم. هنا سيداتي سادتي تبدأ مراحل الحسم، حفر الباطن في الصدارة، أشقر حراق سنانورة يبدأان المطاردة الآن للمتصدر ال 400 متر الفاصلة. حفر الباطن سنانورة، الصراع يشتد، رولان أيضا يذهب إلى السياج للمباغتة من الداخل، فيما حفر الباطن لا زال في الصدارة بانطلاقته حتى الآن. رولان يجد الطريق، هنا المنافسة تشتد بظهور أيضا مدبك أيضا الذي يبحث عن الطريق، فيما التنافس يشتد أكثر فأكثر. حفر الباطن يواصل حتى الآن ودخول لمدبك وحفر الباطن ينهيها بهذه الصورة. سيداتي سادتي في انطلاقة شبراسية يحقق حفر الباطن انتصار جديد. ألف مبروك لصبل دلهام للمدرب عسكر صقور.